أنا مو قلت لك سونالي رح تطلع ملكة؟ مع إنه لسه ما تعلمت بس صارت جاهزة لتروح عبيت زوجها. شو قصدك بهالحكي؟ كبري عقلك ستي. ولا أنت ما فيك تسكت؟ أنت على كل شي لازم ترد جواب، ما هيك؟ بس أنا ما حكيت شي بيزعل عمتي، بس عم أسأل شو اللي صار يعني؟ ما في داعي للسؤال، خلص خليك ساكت. ستي، لحتى يكون عنده مسؤولية لازم يكبر عقله بالأول. بعيد، إذا بدنا نحكي عن المسؤولية سونو بتاخد أعلى علامة فينا. أنا واثق إنك رح تحملي مسؤولية العيلة ورح تعرفي كيف تديري أمور البيت لحالك وتكوني زوجة منيحة. إيه أخي، وأكيد راج رح يكون داعم إلي، وأنا واثقة إنه رح يكون سند إلي بكل موقف بمر فيه. هو دائماً جنبي ومعي. ابننا مايانغ زوج داعم كمان، وإيشكي محظوظة فيه كتير. أخي، ما قلت لي شو رأيك بهالبنت اللي واقفة هوني؟ رح أحكي لك معها بس تجي لهون. ماشي. طالعة بتجنن يا سونا، عن جد أنا فرحت لك من كل قلبي. وعامل حاله لطيف على أساس أني ما بعرفه. برأيي كل العائلة لازم يعرف أنه كان في بيناتنا علاقة. زواجك رح يلتغى على الأكيد لما يعرف، وهذا هو هدفي. يا ترى ليش عم يحكي معي بلطف؟ بس مشان ما أحكي لها الحقيقة. بالنهاية رح روح وخبرها. المدام سارلا جاي على الطريق. لحقوا؟ معناتها يلا خلونا نرتب البيت على السريع. يعني شو رح تلحقوا تعملوا؟ انت ما دخلك. طيب يلا بسرعة خلينا نخلص كل الترتيبات. سونو سونو، أنا عن جد آسف. أنا بعرف إنك انزعجتي من كلامي المرة الماضية، لهيك أنا بدي أعتذر منك. اليوم حفلة عرسك من راج، وأنا اخترت إني كمل حياتي كلها مع عيشكي. سونو، أنت ليش واقفة هون؟ شو عم تعملي؟ يلا تعالي معي. معقول يكون صادق هالمرة؟ غريبة. بس شو ما عمل رح أحكي كل شي لإيشكي. بس وين هي؟ أهان؟ آه؟ بس انتبه على العلبة هي بين ما زين صحن الضيافة. شو في يا عمتي؟ فيها الخاتم يلي بعته صايغ ورح نرجع له إياه بعد الحفلة. يلا خدها. انتبه. إيه؟ عمي، هاي الساعة 5:45، امتى رح يجي الشغيل طيب؟ بس لحظة. مرحبا، ليش تأخرت لهلأ؟ ايمان، ما رد علي؟ فرحت بشوفتك كتير، لأن آخر مرة شفتك فيها وقت جلسة الصلاة. وينه؟ ها؟ والوالد؟ أخي، بابا اليوم كتير تعبان، لهيك نحن تركناه مشان يرتاح. أمه؟ مايانغ، تعال بسرعة. تعا سلم على عمتك. غريبة، بدي أعرف ليش ما إجت لا هي ولا حتى حدا من أهلها. Oh.
ليش لابسة هذا البوت؟ عرف ينتبه على الصورة بس مو على المسج؟ حبيت جيب لك هدية متواضعة وبتمنى تعجبك، يعني بصراحة أكيد ما في شي من قيمتك. تعرفي إنه هي أغلى هدية بنظري؟ لأنها أجت من أغلى حدا، كيف ما رح تكون قيمتها عالية؟ شكراً كتير إليك. خالتي، ليش هيك معزبة حالك؟ نحن ما بدنا إلا سلامتك. بس يا ابني، لازم نمشي حسب العادات. إشكي وينا؟ ولا كل مرة بتجي وحدة؟ هلأ أنتي هون وهي ما أجت. صراحة هي قالت لي إنها رح تتأخر شوي، لأنه هي كل شي تمام؟ كله تمام، هي راح توقع أوراق خاصة بشغلة، يعني مشان ما تخسره لهيك تأخرت. غريبة، الشغل بالنسبة لبنات هالأيام أهم بكتير من الزواج. عن جد قلقت كتير ليكون في شي صاير معها لتأخرت. معقول تأخرت بسبب الشغل؟ أنا برأيي كان لازم هي تجي على الموعد لأنه اليوم خطبتها. متأكدة إنه صار شي طارئ لهيك هي تأخرت بالجية؟ هي ما كانت بدها تروح، بس الصراحة ما قدرت ساعدها. متأكدة كانت رح تجي؟ وانت مين وكلك تحكي؟ ايه ستي، سوناني معها حق، لو هي ما صار معها ظرف طارئ كتير ما كانت تأخرت. صراحة صار سوء تفاهم وبتمنى تتفهم. تعالوا، وصلت المدام سارلا. يلا خلص، بعدين منناقش الموضوع، خلينا نطلع. يلا امشوا، تعالوا. يلا. خطيبتك بعتت رسالة ورديت عليها، بعتذر. اوكي، مو مشكلة. عمي، اللي بالضبط قديش بده الشغل ليوصل؟ طيب وين صار هلا؟ اليوم حفلتي وما فيني اتاخر اكثر من هيك، وما بدي خالتي تنحرج قدام الكل. يلا تفضلي خدي فاتمة. بعتذر، مديري عم يتصل فيني. ايه بسرعة. وين الطبل؟ ما بعرف. يا اهلا وسهلا فيكن، يلا تفضلوا. اهلا وسهلا، اهلين. وين العراضة؟ عراضة. حضرتك عن مين عم تحكي؟ فكرنا في فرقة باستقبالنا. مرحبا حماتي. سلامك كله ما بدي اياه، انا بدي عراضة. مدام سارلا، انت عن شو عم تحكي؟ فيكي توضحي؟ ما فهمت عليكي. شو قصدك يا مرت عمي؟ كلامي واضح وما عم احكي معكن اجنبي لحتى ما تفهموا علي انت وياه وياها. خبرت راجل مشان تنسقوا مع فرقه موسيقيه لحتى تستقبلني. ايه وينهم لهلا؟ خالتي لا تنزعجي، خلص اتركيني اتصرف، رح اتصل فيهم انا. وانا بقى شو بستفيد منهم بعد هلا؟ بدك يجوا بوقت تاني؟ انت اسكت. أنا عندي حل، ما في غير نأجل الخطبة. صح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.